أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من برنامج من القاهرة نطل من خلالها على أهم أحداث الساعة. وإن شاء الله النهاردة عندنا موضوعين حواريين أيضا بيعتبروا من أبرز أحداث الساعة. الموضوع الأول هنتحدث فيه عن كشف حساب قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال إيفائه بوعوده الخاصة ببعض المشروعات القومية والخدمية وأيضا التنموية اللي قام بالإعلان عن افتتاحها، وذلك في 19 محافظة. عدد هذه المشروعات 32 مشروع تحديدا في 19 محافظة، شملت مختلف القطاعات: الإسكان الاجتماعي، مشروعات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي، مشروعات النقل والطرق وصوامع الغلال. طبعا خلال هذا الافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسل الكثير من الرسائل الخاصة بطمأنة الشعب المصري على مستقبل البلاد، أكد في الأساس على أهمية نبذ وتجاوز أي خلاف بين كافة أطياف وفئات المجتمع المصري، وضرورة أهمية أيضا العمل الجماعي لإعلاء وتحقيق مصلحة الوطن والنهوض بمستقبله. وأكد الرئيس على ضرورة ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، حيث لا مجال للمحسوبيات والمجاملات. والتعبير ده تحديدا الرئيس السيسي أكد عليه أنه لا مجال تماما للمحسوبيات أو المجاملات، وأنه لا أحد فوق المحاسبة. هناك الكثير من الرسائل هنلقي عليها الضوء، الخاصة طبعا بهذا الافتتاح المهم اللي قام فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح مشروع 32 مشروع جديد في 19 محافظة. أبرز هذه الرسائل هنلقي عليها الضوء، وذلك من خلال أستاذ مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع وعضو مجلس النواب، طبعا الكاتب الصحفي الكبير، هيكون معنا النهاردة في حوار خاص وتحليل لأبرز الرسائل التي بعث بها رئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذا اليوم الهام، تحديدا ده كان أول أمس من خلال افتتاح هذه المشروعات. أيضا عندنا وقفة حوارية أخرى هنتحدث فيها عن ما وصلت إليه حاليا العلاقات المصرية الأمريكية، التي يعني الآن هناك طفرة في هذه العلاقات من خلال اللقاء الأخير لوزير الخارجية سامح شكري أيضا مع وزير الخارجية الأمريكي جون كاري في واشنطن في ظل رئاسة مصر لمجلس الأمن الشهر الحالي. العلاقات المصرية الأمريكية زي ما ذكرنا بتشهد طفرة إيجابية في الآونة الأخيرة، لأنه منذ أقل من أسبوعين تحديدا كانت هناك زيارة لوفد كبير تابعناها جميعا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، إلى جانب تسلم مصر لأول دفعة عربات مضادة للألغام من الولايات المتحدة الأمريكية. والبنتاغون بيؤكد أيضا دعمه لمصر في مواجهة الإرهاب، وإن شاء الله يكون معانا للحديث حول هذا الموضوع ومجمل العلاقات الأمريكية المصرية، وبشكل خاص طبعا العلاقات الاستراتيجية ومكافحة الإرهاب. هذا الملف الهام الذي يعني بيستحوذ على اهتمام مصر وكذلك أيضا على اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية. هيكون معانا الأستاذ أحمد صوان عضو اللجنة الاستشارية بالكونغرس الأمريكي سابقا. دي الوقفتين الحواريتين إن شاء الله هيكونوا معانا النهاردة، ولكن بعد الفاصل هنتعرف على أهم الأحداث وأهم أخبار الساعة. من الأخبار، ربما هذه الأخبار تعتبر من أبرز أحداث الساعة. هنتوقف مع الخبر الأول عن قيام وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بزيارة تفقدية لشمال سيناء. تفقدا عناصر قوات إنفاذ القانون من أبطال القوات المسلحة والشرطة المتمركزة بشمال سيناء، والتي نجحت خلال الفترة الماضية في فرض السيطرة الأمنية الكاملة للقضاء على العناصر التكفيرية والبؤر الإرهابية.
محجمة جناح قصر النيل قضت في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي وائل خضر مؤخرا بمعاقبة 51 متهم بالحبس مع الشغل لمدة عامين لإدانتهم بتنظيم والاشتراك في تظاهرة على نحو يخالف أحكام قانون التظاهر في ذكرى عيد تحرير سيناء في 25 إبريل الماضي. أيضا في خبر آخر بيتحدث عن تأجيل محاكمة 381 متهم لتورطهم في أحداث شغب مركز مطاي ل 18 مايو الجاري. المحكمة هي محكمة جنايات المنيا قضت بتأجيل محاكمة 381 متهم باقتحام وحرق قسم شرطة مطاي عقب فض اعتصامي ربعة والنهضة إلى جلسة 18 مايو الجاري بعد تغيب 6 متهمين عن جلسة اليوم للاستماع إلى أقوالهم. المحكمة قررت استمرار حبس المتهمين واللي بيبلغ عددهم تحديدا 183 متهم من إجمالي المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم والمفرج عنهم في إعادة إجراءات محاكمتهم في الأحداث المعروفة إعلاميا بأحداث قسم مطاي عقب فض اعتصامي ربعة والنهضة. المتهمون بيواجهوا عدة تهم، أبرز هذه التهم اقتحام وحرق قسم شرطة مطاي وسرقة الأسلحة الخاصة بهذا القسم، قتل العقيد مصطفى العطار نائب مأمور هذا القسم، وحرق المنشآت العامة وتكدير السلم العام والتحريض ضد الجيش والشرطة، وذلك عقب أحداث فض اعتصامي ربعة والنهضة في منتصف شهر أغسطس من عام 2013. في خبر أيضا عن افتتاح السفير أيمن مختار الجمال، هو سفير مصر في جوبا بجنوب السودان، والعقيد أركان حرب محمد سلامة ملحق الدفاع بالسفارة، وحدة غسيل كلوي ووحدة مناظير جهاز هضمي وغرفة عمليات مجهزة وملحق بها وحدتي تعقيم خاصتين بها بالمستشفى العسكري هناك. الخارجية ذكرت في بيان خاص بها أنه طائرة مساعدات طبية مهداة من وزارة الدفاع المصري للمستشفى العسكري بجوبا كانت قد وصلت يوم 3 من الشهر الجاري برفقة فريق من الخبراء المصريين الذين أشرفوا على تركيب وتشغيل الأجهزة وكذلك تدريب بعض الكفاءات الفنية على كيفية تشغيلها على مدار الأسبوعين الماضيين. أقامت المستشفى العسكري بجوبا بالتنسيق مع السفارة احتفال بهذه المناسبة، وحضر هذا الاحتفال لفيف من السفراء والممثلين عن السفارات المعتمدة في جنوب السودان، بالإضافة أيضا إلى عدد من كبار رجال الدولة في جنوب السودان وعلى رأسهم طبعا وزير الدفاع وشؤون قدامى المحاربين ووزير التجارة والصناعة ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي وكذلك رئيس أركان الجيش الشعبي لتحرير السودان. دي كانت نظرة سريعة على أهم الأخبار اللي معانا النهاردة. الوقفة الحوارية إن شاء الله هتبدأ بعد فاصل قصير. زي ما ذكرنا لحضراتكم أهم الرسائل التي بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشعب المصري، وذلك تحديدا أول أمس خلال افتتاحه ل 32 من المشروعات القومية التنموية الخاصة بقطاعات مختلفة، الإسكان الاجتماعي، أيضا معالجة مياه الشرب، النقل، الطرق وغيرها من القطاعات المهمة في هذه المشروعات في 19 محافظة. هنتابع مع حضراتكم أهم هذه الرسائل من خلال الكاتب الصحفي الكبير مصطفى بكري، تابعونا بعد لحظات. رسائل طمأنينة على مستقبل البلاد بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري للتأكيد على مسيرة التنمية والمشاريع الاقتصادية القومية التي تقوم بها الدولة لدفع عجلة النمو ودعم الاقتصاد المصري. الرئيس السيسي أكد على أهمية نبذ وتجاوز الخلاف بين كافة أطياف وفئات المجتمع المصري، منوها إلى أهمية العمل الجماعي لإعلاء وتحقيق مصلحة الوطن والنهوض بمستقبله. مصر دي بتاعتنا كلنا، مش بتاعت حد لوحده، ومصر تسعنا كلنا كلنا. وأرجو مرة تانية واختم بها كلامي، ما يبقاش فيه أبدا اختلاف أبدا أبدا بين عناصر وأطياف المجتمع المصري. جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي ل 32 مشروعا جديدا في 19 محافظة شملت وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر بتكلفة 1.1 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي في العديد من المحافظات، إلى جانب مشروعات معالجة المياه والصرف الصحي ومشروعات قطاع النقل وإنشاء الطرق والكباري وتطوير السكك الحديدية.
وأكد الرئيس السيسي أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لتطوير المناطق العشوائية، منوها إلى أنه تم الانتهاء من تخطيط مدينتي المنيا الجديدة وأسيوط الجديدة الواقعتين في غرب النيل، وذلك وفقا لأعلى المعايير التي يتم اتباعها في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة. احنا اتفقنا على أن أي مواطن هيتقدم مهما وصل العدد هنعمل، مش كده؟ أيوة فن. يبقى أنت قلت أن احنا هنعمل على مراحل. إن شاء الله يا فن. لا احنا مش هنعمل على مراحل، احنا اللي هيتقدم لو تقدم 800,000 هنعمل 800,000، مش كده؟ ان شاء الله احنا متفقين على كده. وفيما يتعلق بمشروعات تطوير قطاع النقل، اكد الرئيس السيسي على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة للتنفيذ، على ان يتم الانتهاء من كافة الطرق التي تندرج في اطار الشبكة القومية للطرق بنهاية عام 2016. رجعنا لحضراتكم مرة أخرى بعد متابعة هذا التقرير، ونتعرف بشكل أكثر تفصيلا حول أهم الرسائل التي بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشعب المصري. ربما كانت طمأنة الشعب المصري كانت هي الرسالة الأساسية اللي كررها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه للكثير من المشروعات الخدمية والقومية والتنموية في 19 محافظة، كانوا تحديدا 32 مشروع، بالإضافة أيضا إلى التأكيد على ضرورة التوحد لنبذ أي خلاف، وأيضا أكد على أنه لا مكان للمحسوبيات أو المجاملة، وأنه لابد من التأكيد على دولة القانون بشكل أساسي، وأنه لا أحد تماما فوق المساءلة ولا أحد فوق المحاسبة. الكثير من الرسائل الأخرى نلقي عليها الضوء من خلال ضيفنا الكريم الأستاذ الكاتب الصحفي طبعا الكبير مصطفى بكري. أهلا بحضرتك يا فندم. أستاذ مصطفى، يعني هناك الكثير من الرسائل زي ما احنا تابعنا طبعا من خلال المشروعات اللي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحديدا أول أمس. حضرتك شايف أنه هذه الرسائل كانت واضحة من خلال أنه بيؤكد أنه كل الوعود اللي هو وعد بها الشعب المصري بيقوم بتنفيذها، أم من خلال الرسائل اللي هو أوضحها صراحة في افتتاح هذه المشروعات؟ يعني أولا أنا بعتقد أن الرسائل التي بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاحه للمشروعات التي تحدث عنها، سواء كانت في منطقة بدر أو في المناطق الأخرى، 32 مشروع، هي استكمال للرسائل التي بعث بها الرئيس من الفرفرة. نعم. أن الدولة المصرية أولا منحازة إلى البسطاء من الناس، والرئيس لما يتكلم عن أنه مستعد يعمل 800,000 في شقة، وأنه ما فيش حد هيتقدم لن يجد لنفسه مأوى في هذه الشقق، ده دليل على هذا الانحياز الاجتماعي اللي هو ضمن إطار سلسلة كبيرة جدا من المشروعات التي تستهدف بالأساس حماية الفقراء من المشاكل الاجتماعية ومن الواقع المتراكم. يعني احنا شفنا عزب الصفيح، شفنا المناطق الحقيقة الغير آدمية التي يسكن فيها الناس. نعم. وكان الرئيس بيركز على مثل هذا النوع من المناطق، وبيقول ان ده بالتأكيد يسيء الى صورة مصر، ولابد ان احنا نتجاوز هذه الأزمة، وفي ظرف سنتين لابد ان نعيد ترتيب الأمور. وبيركز كمان يا أستاذ مصطفى، لان احنا ما ينفعش ننسى هذا المشهد الخاص بالعشوائيات، وانه في ناس فعلا عايشة بهذا الشكل، وانه لابد من تغيير هذا المنظر تماما، او ان الصورة دي تختفي تماما. هو اكد على المعنى ده كتير. يعني الرسالة التالية ان احنا هنواجه كل التحديات اللي بتعترض مصر في هذه الفترة. نعم. ومن بينها التحديات الاجتماعية والتحديات الاقتصادية. ولما نشوف بعنينا 32 مشروع. نعم. تم إنجازها. أيوه. بمبالغ ضخمة وليست هينة، وإحنا عارفين الموازنة العامة المصرية شكلها إزاي، وعارفين العجز بلغ قد إيه. أيوه. ولما نتكلم ونحط ده في إطار المشروعات التي تحدث عنها الرئيس الفرافرة، واللي عددها بتسع مشروعات قومية كبرى في كل المجالات، أنا بعتقد نحن أمام نقطة تحول مهمة في تاريخ هذا البلد، وأمام إنجازات بالفعل ما كان لها أن تتحقق ولو في 15 عاما، كما قال السيد الرئيس مرة. النقطة الثالثة اللي ركز عليها هي أنه نحن في إطار مواجهة هذه التحديات، ونحن نمضي إلى الأمام، ونحن نواجه تحديات كبيرة من الخارج ومن الداخل، لابد من الاصطفاف الوطني، ولابد من وقت الخلافات. صحيح. ولابد من الاحتكام للقانون. وقال بشكل